اقول حاجه تالت تاني او تالت، الكلام اللي انا هقوله لحضراتكم ده مثبت، مش من دماغي ولا بدعي على حد، وحضراتكم عارفين ان انا طالما بطلع اتكلم كده يبقى انا في جيبي حاجه غير الموبايل، يعني انا في جيبي موبايل لكن غير الموبايل في جيبي حاجه. طيب تالت حاجه اقولها لحضرتك، والكلام اللي انا هقوله ده حقيقي، لك ان تتخيل، لك ان تتخيل اي حد اهلاوي يسمع الكلام اللي انا بقوله ده كده، تخيل حضرتك ان في تصفيات المؤهله لكأس العالم اللي هتقام في قطر المنتخب المغربي لعب 6 مباريات في المغرب، وكمان في المرحلة النهائية والفاصلة واجه أضعف منتخب في التصنيف اللي هو منتخب كونغو، ده تصنيف أنا بقولش حاجة. تخيل حضرتك أن الجزائر بتلعب الكاميرون، مصر بتلعب السنغال، المغرب بيواجه الكونغو. طيب حاجة كمان من ضمن الحاجات برضو، أو أنا معرفش رقم 4 ولا 5، هو مش حضرتك ضربت الحكم الأثيوبي، ضربت الحكم الأثيوبي بملاك تسيمبا حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية في عام 2019، أهو حضرتك ضربته بالقلم، يعني بتهين الحكم وسلطة الحكام في أفريقيا، وتم تحويلك للجنة الانضباط وما حصلش حاجة ولا كأنك عملت حاجة، بالعكس الحكام بقت بتخاف منك وبتخاف منك تعدي عليهم، يعني لأنهم أهو أمام. أنا على فكرة معلش أنا آسف جدا، أنا كل شوية هقول هذه الكلمة، كل الكلام اللي أنا بقوله أهو مثبت. آخر حاجة خالص، تم تحويل الأستاذ فوزي لقجع للجنة القيم عشان الاعتداء على الحكم بتقرير حكم المباراة ومراقب المباراة، ولم يحدث أي شيء. يا حاج فوزي بقاء حضرتك لغاية دلوقتي هو الفساد بعينه. طب أنا آخر حاجة بس هقولها كده في السريع وبسرعة. طيب الحكم الجنبي العالمي بكاري جسامة، أنا بغلطش أنا بقول أهو حكم، الحكم بكاري جسامة من كان حكم مباراة الأهلي والوداد في 2017، هو الحكم العالمي الكبير ها بكاري جسامة في الوقت ده تحديدا أو بعد هذه المباراة في 2017، خلي بال حضرتك وتقدر تسيرش تجوجل وتشوف، في نوفمبر 2017 بعد هذه المباراة بأسبوع المنتخب المغربي كان عنده مباراة فاصلة مع واحد من أقوى وأهم منتخبات إفريقيا في ذلك، يعني منتخب أفريقيا كوت ديفوار في ذلك الوقت كان زي مصر كان زي السنغال دلوقتي كده، حاجة قوية جدا، التعادل يوصل كوت ديفوار، المغرب لازم يكسب ومش بهدف، لازم يكسب بهدفين. طيب كسب في وجود، تخيلوا حضراتكم هو مين الحكم اللي حكم مباراة منتخب المغرب ومنتخب كوت ديفوار في ذلك الوقت ها نقول مين؟ ايوه هو بكاري جسامة، الحكم الكبير العالمي كابتن بكاري جسامة طلع وسافر في طائرة المنتخب المغربي، على ما أتذكر أنا دي معلومة بين قوسين الحقيقة، سافر إلى كوت ديفوار ومنتخب المغرب بيفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل لا شيء، وساعتها كان كوت ديفوار ده أقوى منتخب موجود في القارة الأفريقية. سبحان الله، كل دي علامات استفهام، كل دي قد تكون صدفة، أنا معرفش، قد تكون صدفة. فساد إيه اللي تتكلم عليه؟ فساد إيه؟ هو تخيل، طيب خليني أروح لحضرتك من ناحية فنية، دي برضو منتخب المغرب لأنه
لا يلعب على ارضه في اخر ثلاثة امم افريقيا لم يصل اعتقد لدور الثمانية على ما اتذكر، او يعني منتخب مصر خرجوا مرتين من دور الثمانية. انا عارف ان ده بس ده كورة على فكرة. الفساد يا فندم ان حضرتك تكون مستمر في الكاف حتى الان.